بصلة محمرة مع فص ثوم، والرز المصري يكون مغسول عندي، اهوت بحمر البصلة مع الثوم بالشكل ده مع شوية زيت زيتون مع شوية زعتر. المقادير موجودة على الشاشة اهيت. روزوتو باللحمة او بالجمبري. احنا هنعمله بالجمبري، سواء باللحمة او بالفراخ او بالجمبري، الطريقة واحد، بدل ما بضيف اللحمة بضيف جمبري. روزوتو رز مصري، لحمة او جمبري او دجاج، حليب، مية، جبنة موزاريلا، ملح، فلفل اسود، زعتر. المقادير موجودة، يا ريت تكتبها علشان نعرفها. معانا اتصال، الاخت سهير من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الفرق بين الخميرة الفورية والخميرة البلدي، الخميرة الفورية انها بتكون حبيبات وبتكون جافة، وبعدين زي ما مكتوب على المكونات بتاعتها، اما الخميرة البلدي فبتبقى قوالب عادين، وممكن الست تعملها في البيت في بيتها يعني من غير ما تشتريها. طب طبعاً النهاردة ايه؟ وجبتنا النهاردة ايه؟ وجبتنا اللي هي البيتزا باللحمة او بالسوتيه الروزوتو الايطالياني. اشكرك على الاتصال. تابعي معايا لاخر اتفضلي. ممكن اقول الخميره البلدي تتعمل ازاي في البيت؟ اتفضلي. برافو عليكي. ممكن الست تعملها بحبه زيت، يعني معلقتين زيت وحبه شطه او فلفل اسود. حبه زيت او حبه زيت، معلقتين زيت شطه وشطه. شطه او فلفل اسود، تستغنى عن الشطه بالفلفل الاسود. وميه دافيه وحبة دقيق، وبعد ما تعجنهم تسيبهم بعد 12 ساعة، هتلاقيهم اتخمروا، تروح تضيف عليهم دقيق ومية دافية تاني وتسيبهم يتخمروا تاني مع نفسهم. بعد كده تستغنى عن العجينة دي وتاخد منها جزء كنظام ايه، عدوى للفطريات. بعد كده تعجن عليها فتطلع دي عبارة عن خميرة كاملة، ممكن تستغنى عنها هي في البيت تعملها كده. برافو عليك. فينا نوزع منها للحبايب اللي بيخبز النهاردة وعنده عجينة، نديله حتة ونوزع. ان شاء الله. السلام عليكم. اشكرك على الاتصال، الف شكر. معنا اتصال، الاخت ام مدثر من القاهره. السلام عليكم. ازيك؟ سلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. بقول لحضرتك، اتفضلي. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال. تحت امرك، اتفضلي. اسال حضرتك سؤال بس وهجاوب على السؤال. اتفضلي. بس انا عايز اسال، ان بجيب ساعات خميره فوريه صغيره، اكياس صغيره. الكيس ده بيعمل مثلا خمسة كيلو، يعني حبه صغيرين قوي، بيكتب مكتوب عليه بيعمل خمسة كيلو. فطبعا يعني انا بقى يعني احط قد ايه بقى على البيتزا؟ تحط قد ايه على البيتزا خميره؟ احنا قلنا كل كيلو. لا هقول لحضرتك، الكيس صغير جدا، يعني الكيس بيعمل مثلا زي يعني يجيب نص معلقه. في عبوات عائليه وعبوات صغيره. ما انا بسال بقى على عبوات صغيره دي، احط منها قد ايه على الخميره؟ انا مش هقول بالكيس، انا ما اعرفش حجم الكيس ايه، انا هقول بالمعلقه الشاي. زي كيس الفانيليا كده حضرتك. احنا كل كيلو دقيق بياخد معلقه شاي خميره. واحنا اتفقنا ان الخميره بالسالب او الموجب، يعني اذا كانت زياده او قليله بالسالب او الموجب مش مشكله، هي المشكله ان هي هتفرق ان سرعه تخمير العجينه. ما هو انا بقول لحضرتك الكيس بجيبه مكتوب عليه ايه، يكفي عدد 5 كيلو دقيق. هو بيقول تقريبا. تقريبا. بس اذا بقى كيس ونص مفيش مشكله. يعني عادي، يعني عادي مفيش اي مشكله، مش هنخمرها، مش هتاخد وقت كتير. انا أيوة. شايف الخميره بتاعت العجينه بتاعتي اتخمرت معايا بسرعه اهيت، جاهزه ان انا احط عليها الصلصه واخبزها على طول. شايفينها هي. والف مبروك للبرنامج، يا ربنا يا رب يجعله فتحه خير ان شاء الله كده. الله يبارك فيكي واشكرك على الاتصال الجميل ده. الله يخليك يا رب. تابع معايا لاخر الحلقه بقى تعرفي الاجابه ايه. خلاص ان شاء الله. اشكرك يا ست الكل. انا الروزوتو معايا هنا، نزلت بالبصله والثوم، حمرتهم بشويه زيت زيتون وشويه زعتر، ومسكت الرز قلبته مع التومه والبصله، فلفلته شويه، نزلت الجمبري هفلفله شويه كمان مع الرز بالشكل الجميل ده. الله. وبضيف شويه التوابل بتوعي، شويه الملح والزعتر انا ضفته، وشويه فلفل اسود، بشره فلفل اسود كده من المبشره بتاعتنا. بس بنصح طبعا الساده المشاهدين، التوابل زي الفلفل زي الكزبره تمتحن وقت اللزوم بالشكل ده، ده افضل بكتير، لان طبعا التوابل فيها زيوت طياره زي القهوه زي الفلفل الاسود، الحاجات دي كلها السمسم، فان انا اطحنها على الاكل بتاعي
وقت اللزوم افيد طبعا بكتير ان انا استفيد التست بتاع التوابل. انا هنا بضيف الميه واسيب الريزوتو هنا يغلى على النار بقى ايه يذبح مع الميه. اضافه الميه قد ايه يا شيف هنا للريزوتو؟ انا مش بسلق رز، الريزوتو لازم تكون ميته كتير، ولكن طبعا هنضيف له حليب. امتى نضيف الحليب يا شيف؟ بعد ما الرز يستوي تقريبا، خلاص قرب يستوي السوى بتاعه، بضيف الحليب ياخد غلوه معاه، مع اضافه البقدونس مع اضافه الجبنه الموزاريلا. دي طبعا خطوات هنتابعها مع بعض دلوقتي، ولكن خلي الرز معايا هنا يستوي كده على نار شديده شويه اهوت. تعالى ما نشوف موضوع البيتزا، نتكلم بقى شويه عن حشو البيتزا اللي كلنا بنقول عملنا بيتزا هنحشيها ايه النهارده. بغطي الحله بتاعتي هنا كده، الريزوتو جاهز، اسيبه يغلي على النار وتعالوا نشوفوا عالم البيتزا. عندي حشو البيتزا بيختلف طبعا من ست بيت